حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم اليوم أضرار السكر على الأطفال. هذه دراسة من موقع ساينس ديلي منشورة بتاريخ 31/3/2021. تشير إلى أن السكر ليس جيداً لنمو دماغ الطفل. يعني عندما يكثر الطفل من المشروبات المحلات بالسكر ويتناول الاطعمه المليئه بالسكر ايضا فان هذا يترك اثرا سلبيا على قدره الطفل في سن المراهقه من حيث التعلم والادراك وقوه الذاكره وسلامه الجسد بشكل عام طبعا هنا يقولون اظهر بحث جديد في نموذج للقوارض ان الاستهلاك اليومي للمشروبات المحلاه بالسكر خلال فتره المراهقه يضعف الاداء في مهمه التعلم والذاكره خلال مرحله البلوغ. طبعا ايها الاحبه هناك تغيرات تحدث في البكتيريا الموجوده في الامعاء ايضا. وتغيرات تحدث في الدماغ بالاضافه طبعا لمشاكل السكري وضغط الدم والوزن الزائد التي تنتظرك بعد سنوات اثناء الكبر. لذلك ايها الاحبه يعني نحن الله سبحانه وتعالى علمنا الاخذ بالاسباب فينبغي ان نخفض كميه السكر التي نستهلكها نحن واولادنا ثم ان الله عز وجل خلق لنا بديلا رائعا هو العسل. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. ها فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس، فما دام لديك العسل فيه شفاء للناس. الفاكهه ايضا فيها سكر من النوع غير الضار بالعكس الدماغ يحتاج إلى سكريات يحتاج إلى غذاء ولكن المشكلة ينبغي أن تنتقي مصدر هذه السكريات من أين تأخذها لذلك أيها الأحبة الدراسة هنا تقول إن الأطفال هم أعلى المستهلكين للسكر فيعني هذا البحث طبعا أجري بقيادة عضو هيئة التدريس بجامعة جورجيا بالتعاون مع مجموعه بحثيه بجامعه جنوب كاليفورنيا. طبعا وجدوا ان هناك اضرار كثيره جدا لهذا السكر بالاضافه لدراسات سابقه تؤكد ان الخلايا السرطانيه شرهه للسكر. اذا ايها الاحبه نصيحه. نحن الان في شهر الصيام. الله خلق لنا التمر. التمر من افضل المواد في الطبيعه على الاطلاق ايها الاحبه التمر صيدليه كامله يمكن ان تتناول سبع حبات كل يوم تعطيك ما يحتاج جسدك من الالياف والسكريات والمعادن المهمه اذا ايها الاحبه دعوه لاستبدال السكر بالتمر والعسل والفاكهه بالإضافة لأن يعني يكون غذاؤك قليلا ومتوازنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن الصلبة لقيمات تصغير لقمة وكل الدراسات الحديثة أيها الأحبة في, في مجال يعني علم الغذاء والنظام الغذائي تقول ينبغي أن تصغر حجم اللقمة التي تأكلها أحد تقنيات علاج الأمراض المزمنة والتخفيف الوزن الزائد وغير ذلك أن تخفف حجم اللقمة تكون صغيرة لقيمة يعني وهذا تعبير نبوي سبق به العلم الحديث وأن تأكل ببطء وهدوء وتترك فترات بين الوجبة والأخرى لا تأكل كمية كبيرة دفعة واحدة. فهذا من 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 احد اهم قواعد النظام الغذائي المتوازن اليوم انبأ به النبي بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبهم والله ايها الاحبه يعني هذا النبي الكريم ينبغي ان ندرس كلامه نتامل كلامه لان ما يقوله العلماء اليوم نجده في كلام النبي يعني العلماء اليوم علماء الغرب ينادون بضروره تناول العسل والتمر بدلا من السكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة فمن لم يجد فالماء فإنه طهور وقال عن التمر لا يجوع أهل بيت عندهم التمر إذن عملية بسيطة هي ثقافة غذائية أيها الأحبة يعني أنا بدلا في بيتي من أن أضع السكريات والحلوى والكذا في كل مكان لا آتي بالتمر وأكثر من التمر أضع العسل أضع بعض الفاكهة وأحاول أن أعود الأطفال على هذه الأغذية الطبيعية المباركة التي خلقها الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق